كنت عيانه وكنت في حاله مرضيه صار لك جمعه صوتك رايح وكذا، بس غنيتي بيخه طبعا في ضعف هائل دينا، يعني حيالة تلميذه بحالة مدرسه بتعلم موسيقى بعد فايته ابتدائي يعني فيها بتغني احلى من هيك. هوا 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 اعمل لك شعر بشي محل، يعني ما فيك هوا هوا من اول غير الاخر كوبي بيست هوا 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 بي دا 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 قلبي هوا هوا الاول اخر يزت غيري لك شي محل اوكي ما فيك تنفس اللي بدك اياه ما فيك يعني لا هذا مش مخاطره حبيبتي انا عامل عربه دينا عم تجاوبي جواب مقنع لا اداء يعني عم بجرب اطلع اقول هلا بتعمل لها شعر بشي محل بهوا الرابعه يعني عندك هوا 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 اغاني نا 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 هوني هوا مثلا تيكي شو ما كان انا هلا من عندي بس غير لطفيها هي جمله هي قد سكر يعني ما تكوني مثل مروان بيطرب على غنيه ايقاعيه هالقد بس ما تكون هالقد ناشفه وبايخه بالمغنى والمغنى ضعيف للاسف.